خلاص بكرة آخر يوم لقبول أوراق السادة المترشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية لطبعا انتخابات 2024 زي ما حضراتكم عارفين. طيب حتى الآن لم يتقدم رسميا سوى 4 من المرشحين، هما المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي والمرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي والمرشح الرئاسي عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي المهندس حازم عمر هو طبعا رئيس حزب الشعب الجمهوري اللي تقدم بأوراق وترشحه النهاردة بعد ما حصل طبعا على 46 تزكية من أعضاء مجلس النواب زي يعني القوانين ما وضعت و68 ألف من المؤيدين عبر المحافظات. وطبعا ده بناء على تصريحات الدكتور زاهر شقنقيري هو المتحدث الرسمي باسم حملته الانتخابية. يعني خلاص احنا بنتكلم في ساعات معدودة خلاص، وهتكون ملامح المشهد الانتخابي وضحت تماما بشكل كبير، وبننتظر طبعا القائمة زي ما بنقول المبدئية للمرشحين، خاصة ان الهيئة الوطنية للانتخابات حددت يومين يوم 16 ويوم 17 اكتوبر اللي احنا فيه حاليا من اجل اعلان نشر القائمة المبدئية لاسماء المرشحين وطبعا اعداد المزكين او المؤيدين لكل منهم، وده هيتم في الجريدة الرسمية. حددت ايضا يوم 9 نوفمبر لاعلان القائمة النهائية للمترشحين ورموزهم الانتخابية، وأيضا ده هيتم نشره في الجريدة الرسمية، وبعدها فورا تبدأ الدعاية الانتخابية لكل مرشح، وهيبدأ كل ناخب يعني يفكر بقى أو يقارن بين السادة المترشحين وهيختار المرشح الأنسب من وجهة نظره. معانا دلوقتي تقرير لسعادة المستشار أحمد البنداري الهيئة الوطنية طبعا للانتخابات كانت قدمت التقرير، نسمعه ونرجع تاني مرة تانية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة اليوم التاسع للجنة تلقي أوراق الترشح، وفي تمام الساعة 3:48 دقيقة تقدم السيد حازم محمد سليمان محمد عمر وشهرته حازم عمر بطلب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية وبحوزته كافة المستندات المطلوبة وتزكيات من أعضاء مجلس النواب 46 تزكية وعدد تأييدات 68,071 قيد الحصر حتى الآن، وتم استلام الأوراق وبالفعل جاري حصرهم وفحصهم مع عرض على لجنة الفحص وفقا للجدول الزمني، وده نهاية اليوم التاسع. ينتهي العمل اللجنة في تمام الساعة 5 مساء، ومستمر عمل اللجنة حتى باكر إن شاء الله في تمام الساعة 2 مساء هينتهي عمل لجنة تلقي أوراق الترشح. شكرا لحضراتكم. شكرا. ده طبعا كان كلام سعادة المستشار أحمد البنداري من الهيئة الوطنية للانتخابات. برضو من أخبارنا المهمة أن النهاردة كان آخر موعد لقبول تظلمات بقى المرشحين لرئاسة الجمهورية على نتيجة الكشوفات الطبية، ودي طبعا المدة اللي حددتها أيضا الهيئة الوطنية للانتخابات لإتاحة الفرصة لمن يرغب من طالبي الترشح للانتخابات الرئاسية للتظلم من القرار الخاص بنتيجة الكشف الطبي عليه أمام لجنة التظلمات اللي هي مختصة بهذا الأمر، وإعادة الفحص لإعداد تقرير نهائي لهذا الأمر. نتمنى التوفيق للجميع، ما عندناش مشكلة خالص، يعني وأعتقد مش هيكون في تظلمات كتيرة لأن أغلب من قاموا بالكشف الطبي نجحوا فيه بشكل مباشر.